بدوره أشاد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بجهود مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم في دعم العمل الإنساني. جاء ذلك في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، حيث أكد رئيس البرلمان العربي أن مملكة البحرين خطت خطوات جادة وغير مسبوقة في مجال العمل الإنساني، ما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة على المستوى العربي والإقليمي والدولي في هذا الشأن، مشددا على أن الرؤية الملكية السامية لملك البلاد المعظم تمثل خارطة طريق لدعم العمل الإنساني ونموذجا يحتذى به على كافة المستويات، مثمنا دعم ورعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للعمل الإنساني والخيري الذي تقوم به مملكة البحرين.